لا، هادشي اللي قلت لك انا، قلت لك يمكن انت تكوني من الفئه ديال بنات الناس، وانا تنامن بان مازال يمكنين بنات الناس، فهمتيني؟ مازال يمكنين بنات الناس، وديما الا كنتي كتفرجي فيا قديم ولا اول مره، المهم راه عندي فيديوهات قدام، الا دخلتي غتلقيني ديما تنقول تحياتي لبنات الناس. انا ماشي تنقول كاع المغربيات خايبات وكذا، انا اللي تيحقدني هي كتلقى وحده خايبه واش فهمتيني؟ ما في حالهمش كاع، ما في حال. ولكن زعما كنت علاش غادي تعير وتهضر عليها بينها وبين ربها اللي خلقها؟ زعما كاين علاش انت؟ لا ما فهمتينيش، انا ماشي تنهضر عليها زعما تنحاسبها، حيت هذيك غير خوينزه واش فهمتيني، ما غاداش تغرني. ولكن انا اللي تيبقاو فيا، كيبقاو فيا دوك ولاد الشعب اللي مساكن، انت عارف الحاله ديال الانسان، حنا في المغرب ما كاينش الخدمه بزاف، بنادم مسكين واش فهمتيني فين دويت ليك؟ دونك انا مثلا انا ما كاينش شي دريه اللي غادي تجي تقمع عبر، نكون واضحين، تايق في راسي مليار في المية. اول حاجه غير شوف، خدام لابس مزيان، ديما مسكسف على الحاله، وعايش في لورو، اي دريه تمناك طلب الله عز وجل باش تقدر تدوي معاها وتصاحب معاها بهذا المفهوم هذا. ولكن كاين واحد الفئه اللي مسكين ما عندوش حتى صنداله، ما عندوش، مسكين مقود عليه، ملي كيبغي يمشي يخطب واحد البنت اللي كيسحبها هو بنت الناس، والديه تيبداو يتشرطوا عليها، وهي كتقول ليه واش خدام واش كذا واش هادي، كاين اللي كتبدا تقمع فيه، مسكين هو باغي يدوي معاه بالادب، كيقول لها اختي واحد دقيقه نهضر معاك، كتقول ليه سير سير ما مسالياش، واش كاينه هادي ولا حتى هي كذبت فيها؟ دابا بينا كاينه يا اختي، كاينه. علاش ما يتواضعوش مع ولاد الشعب؟ علاش ملي جا عندها دري دو معاه غير بالادب، جا قال لها اختي واحد دقيقه تقول ليه مرحبا خويا، ودو هي وياه، حتى لا ما عجبهاش توصل لي الميساج، ولكن بواحد الطريقه فنيه. وكاينين الدريات بحال هادو الله يديم، حنا شنو غادي نقول زعما؟ كاين كاينين ماشي انا نقول لك علاش، حتى دابا داك الدري اللي قمعاته ديك الدريه، كنقسم فمي بالله الذي لا اله الا سواه، وطلع للغربه الا نعطيك شهرين ثلاث شهور يطيع على شي دريه، تبيوني سويدي اقسم بالله العلي العظيم، هذيك ختنا تبان لي بحال شي حاشاك شي خريوم خريوم طيب الخر، حاشاك وحاشا للسامعين. علاش ما ندويش مع، جيتي دويتي مع دريه، ندوي معاه بالاداب، نقول لي خويا راني مخطوبه، ولو انت غير ما عجبكش غير دوي بالاداب، ماشي تحشمو قدام الناس، فهمتيني؟ قدام الناس بصح هاد الحاجه عندك فيها الحق، دائما الا بغيتي تقول شي حاجه تقولها بالاداب، واخا تكون خايبه وانت ما عجبكش غتقولها بالاداب. فهمتي؟ اقسم لك يمينا، ودابا جات غير هاد الهضره غير صدفه، وتحياتي لك اختي وغادي نحترمك، اقسم لك بالله العلي العظيم انا راه متزوج، كنت في المغرب، اقسم بالله كانوا شي دريات تيجيو تيبغيو يهضروا معايا، ودي الا ما عجبتنيش انا كنت واحد الانسان اللي صلقوه بالرجوله، كنت صلقوه كنت كطير، ولكن ما كنتش كنضحك على بنت الناس، كتبان لي شي وحده بنت الناس كنحترمها، كنبغي نخليها، كنقول لها فلان انا ماشي ديال ماشي ديال الحب وديال الغار، انا ديال البرتوش ديال الاوهام، عيش بالحلم كدا واش فهمتيني؟ صافي مني كتجي شي وحده اللي مثلا انا ما عجبتنيش ولا شي لعبه، كنوصل الميساج، ولكن كنوصلو لها بطريقه اللي زوينه، كنقول لها انت يا عزيزه عليا ما بغيتش نخسرك، وكنخليها تبقى ديما تشوف راسها بقيمتها قدامي. علاش غادي نقول لها تسير واش دابا انا كاينين شي دريات قسما بالله الا كيهضروا بحالك، كتقول لك دابا انا نطيح النيفو ونتصاحب معاك انت، كامون اش كتسحبي راسك؟ غادي نقول لك هذه اللي غادي تقول هذه الهضره، انت تقول نفس الحاجه، تعتذر مع الثقه في النفس تاعك. لا متاكد، شوفي اول حاجه دابا بيني وبينك، دابا انت مغربيه وانا مغربي، حنا عارفين الدريات ديال المغرب وانتم عارفين الدراري ديال المغرب، شيك في انك تقول الدريه عايش في الانجليز، راه غادي تبقى تحس فيك، غادي تبقى تحس فيك، غادي اش غتقول؟ غتقول غادي نعيش الحياه السعيده، الدريات كيجروا ورا الفلوس. ها ولكن ماشي كلشي، انت كتبقى تعمم. شوف دابا الفار دايرين ليه واحد المصيده، ياك كيحلوا ديك المصيده تيديروا ليه الخبز فيه الزيت تيحطوه ليه، الفار بوحدو تيتم يجي عندها. الا ما كانتش ماشي كلشي ما غاديش تشد الفار، ماشي كل الدويات، ماشي كلهم الدويات، خاصك تربي 100 يلاه يصدقوا لك جوج ولا ثلاثه، ماشي كاع الدريات، ماشي كاع الدريات، ولكن انا عندي هاد الثقه في النفس زائده، ما عرفتش علاش والله ما عرفتش علاش، ماشي تنقول حيت انا زعما زوين ولا كذا، ولكن علاش نقول لك دابا انت دريه، بغيت نسولك سؤال واحد قدام هاد الناس باش كلشي ياخذ العبره، بغيت نسولك سؤال واحد، دابا واش الدريه كتبغي الراجل يكون حرش ولا يكون رطيط؟ وضعوي شوية على الحوشي إذا الله يرحم، أنا سولتك أنت دابا، أنت جا عندك واحد عاز راسه دوا معاك سلام سلام صافي، دوا معاك الأداب، ما كترش معاك الهضرة بزاف، عافاك حبيبة جاوبيني، عافاك الله يحفظك، هذه هذاك اللي كيبدا يطلب فيكم كيفاش كيبان لك؟ غادي نوبين لا ما كيمشي ها كيبان لك ما عندوش قيمة،
لا ماشي ما عندوش قيمه، ولكن فهمتي طلبك زعما كاين حتى شي حاجه زعما تستاهل تطلبي عليها زعما كاين شنو تطلبي. لا دابا نعطيك غير مثال، دابا انا جيت دويت معاك في البريفي، السلام كبيره لاباس عليك هذه طلعتي ليا في اذا ما بغيتيش تخري معايا كاين ولا ما كايناش، ما بغيتيش تجاوبي لا حسب يمكن ما عنديش طوموبيل، يمكن كل وحده وكيفاش كتفكر، يمكن ما عجبهاش، يمكن ماشي السيل ديالها، يمكن 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 بزاف. الا جيت الا غيرت في حالاتي غادي نبقى ديما بقيت على صيفط لك ميساج واحد، ولكن الا بقيت عليك عافاك جاوبيني الله يحفظك شوفي غير عطيني فرصه جربيني شوفي الا ما عجبت الا ما عجبتكش بدليني، كيفاش غادي نبان لك؟ غنبان لك بحال شي بحال شي ماكينه ديال الصابون غادي تجيبها للدار غتحطيها ما خدماتش ليك غادي ترمي وغتجيب واحد اخر. كدل راسك شويه الله يرحم الوالدين، هذا هو اللي بغيت دابا انت ديك انتيا وصلت الميساج لشي وحدين خاصهم يفهموا هذه القضيه هذه، حيت اول مره غادي نسول دابا زعما ما يبقاوش يطلبوا الدريات يتراجلوا شويه ما يطلبش الدريه، هذا هو الواقع. علاش؟ حيت الدريه الا كانت باغا تهضر معاك غادي تهضر معاك، الا ما كانتش باغا تهضر معاك راه واخا غادي تطلب غادي تبقى تشوفك بحال شي كليه، واش كاين ولا ما كايناش؟ كاينه. دابا انت انا عطيتك مثلا عطيتك هاد الفيلتر هذا قلت لك هاكي خوديه، انت ما بغيتيش قلت لي لا ما عجبنيش، علاش غندير نقول لك عافاك غير خوديه عافاك؟ حيت كون عجبك غادي نقول لك هاك هاد الفيلتر غتقول لي شكرا بزاف صافي غتاخذو. هذا هو اللي بغيت الانسان يوصل لي هاد الميساج هذا، حيت كاينين شي وحدات ما تيستاهلوش هذيك اللعبه ديال تقول لها حتى السلام حتى الاولى ما تقولهاش ليه بالرجوله. علاش؟ كاينين واحد الفئه اللي تتبغي غير الفلوس، تتبغي غير مول المرسيدس مول البورش مول شنو هبطات، ما عطيتها شي اثيله اللي واقعين شي حاجه اللي كاينه ونحترم. انا ما غادي نسبها ما حتى شي حاجه، وتحياتي ليك واسئله اللي كانوا في المستوى، وكنتمنى ان شاء الله نكون قنعتك، ولا ما تقنعشيش تقدري تحيد الابوني ديالك والله يسهل عليك، حنا راه ديما غنبقاو نقصر الهضره وما كاين غد قديق اللقحات. وتحياتي ليك اختي الله يحفظك.